تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، وصباح التفاؤل وصباح السعادة، ويومكم إن شاء الله مستمعينا مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية. دائما مستمعينا الشعور بالسعادة والتفاؤل يعكس آثار وله آثار إيجابية على صحة الإنسان. أرحب بكم مستمعينا الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. قبل لا نبدأ الحلقة، أحب أني أرحب بفريق العمل المبدع معي اليوم، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخ أحمد سلامة، وفي الإخراج مخرجنا المتألق دائما الأستاذ نمر محمد، وأنا محدثكم عبد الله جمعة. وأيضا أرحب بزميلتي الأخت آمنة العلي. صباح الخير. أهلا فيك أخوي عبد الله، صباح النور والسرور. الله يصبحك إن شاء الله بالنور والعافية. ومستمعينا الأعزاء، دائما من خلال برنامج صحة وسعادة أرحب بتواصلكم ومشاركتكم معنا على الأرقام 600-551-414، وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ونستعرض فقرات برنامجنا لهذا اليوم، ومثل ما عودناكم دائما الفقرة الأولى فقرة الأخبار، واليوم عندنا أول خبر تحت عنوان كشف أسباب وخطورة طنين الإذن، وفقرة السوشيال ميديا ومستجدات السوشيال ميديا وأهم التواصل ومستجدات السوشيال ميديا وأهم المتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي، بتكون معنا فيها المستجدات الأخت الزميلة أسماء الجناحي. أما فقرة أنماط الحياة من الرعاية الصحية الأولية، واليوم تحت عنوان متابعة الحمل والتغذية، وآخر فقرة من فقرات برنامجنا لهذا اليوم فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي تحت عنوان ألم البطن عند الأطفال، وبيكون معنا الدكتور ثائر أبو حمرة استشاري أطفال في مستشفى دبي، عفوا في مستشفى لطيفة، وبنستعرض معه عن تعريف ألم البطن عند الأطفال وما هي الأسباب والعلاج والمضاعفات وكيفية التعامل مع هذه الحالات. ونرجع مستمعينا الأعزاء إلى فقرتنا الأولى فقرة الأخبار، واليوم تحت عنوان كشف أسباب وخطورة طنين الإذن مع آمنة العلي. طبعا أخوي عبد الله، في البداية نعرف المستمعين على طنين الإذن. طبعا طنين الإذن هو رنين أو ضجيج دون مؤثر صوتي خارجي، ويصف المرضى هذا الإحساس بأنه همهمة أو همسة أو صفير أو رنين أو ضوضاء من سقوط الماء وصوت الجنادب. وطبعا في هذا الخبر أعلن الدكتور ألكسندر أخصائي أمراض الأعصاب أن طنين الإذن قد يشير إلى الإصابة بمرض خطير مثل أمراض القلب والسكري وغيرها، ويضيف أنه يمكن أن تكون أمراض القلب والأوعية الدموية مثل تصلب الشرايين أو التهاب المفصل الصدغي الفكي أو خلل فيه سببا في طنين الإذن. ووفقا له أيضا يضيف أنه يمكن يكون مرض السكري سبب في طنين الإذن، لهذا المرض يأثر على الخلايا والشعيرات السمعية التي تشكل النبض العصبي، وقد تكون هناك مشكلة أخرى مثل مشكلة الفقرات العنقية هي أيضا سبب في ظهور طنين الإذن، لأن الداء العظمي الغضروفي يمكن أن يسبب تشنج الأوعية الدموية أو تعرجها. ويقول أخصائي الأعصاب بالطبع أمراض الأنف والأذن والحنجرة هي الأكثر انتشارا، ويمكن أن يكون السبب التهابات مثل التهاب العصب السمعي أو مراكز السمع في القشرة الدماغية بسبب نشوء أورام مختلفة. وأيضا أضاف أنه ممكن يكون سبب طنين الأذن ارتفاع أو انخفاض مستوى ضغط الدم، وكذلك طبعا أخوي عبدالله يمكن أن يسبب تناول بعض الأدوية طنينا في الإذن، فمثل ما ذكرنا ممكن يكون طنين الإذن طبعا الشيء الشائع، واللي لازم ما نخوف المستمعين أنه ممكن يكون من الأنف والإذن والحنجرة، بس إذا ما كان من هذه الثلاث أماكن على
حسب كلام هذا الدكتور والدراسة تقول إنه ممكن يكون بسبب أمراض القلب أو السكري أو الفقرات العنقية، أو ممكن يكون ارتفاع أو انخفاض ضغط الدم أيضا سببا في طنين الإذن. نعم. وننتقل اختيامنا من فقرتنا فقرة الأخبار إلى فقرة السوشيال ميديا مع زميلتنا الأخت أسماء الجناحي وآخر مستجدات السوشيال ميديا على صفحات هيئة الصحة بدبي. أسماء صبحت الله بالخير والنور والعافية. صبحكم الله بالنور والسرور أخوي عبد الله عليكم وعلى كل مستمعين إذاعة نور دبي. الله يصبحك إن شاء الله بالنور والعافية أختي أسماء. وشو بتخبرينا اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي؟ أول شيء بخبركم إياه أن الخبر اللي كان يتغيونه الجميع اللي هو هيئة الصحة بدبي تعلن عن وصول شحنة جديدة من لقاح فايزر بايونتك المضاد لمرض كوفيد 19. مثل ما تعرف أخوي عبد الله قبل فترة كنا حاطين تنويه إن كان يعني مثلاً شحنات ما كانت توصل بسبب يعني توسعة كانت موجودة في المصنع، لكن يوم أمس أعلننا عن توفر فايزر مرة ثانية في مراكز هيئة الصحة بدبي. أيضاً نأكد إن يعني لازم يكون في موعد مسبق قبل ما يروحون المراكز الخاصة بالتطعيم، والمسج راح يوصلهم مع اسم المركز اللي بيكونون فيه. فهاي ايضا من ضمن الاشياء المهمه انه يعني ما في ووك ان في اي من المراكز هيئة الصحة بدبي. ايضا من ضمن الاشياء اللي موجوده كان عندنا يعني سؤال دائما يسالوننا اياه، هل يمكنني اخذ جرعتي الثانيه اذا كنت مخالطا لحاله ايجابيه وتصادف موعد جرعتي مع فتره الحجر الصحي؟ اول شيء الجواب بيكون على المخالط إتمام فترة الحجر الصحي 10 أيام بدون ظهور أي أعراض واضحة. بعدين عقب ما يخلص 10 أيام يمكن أن يتواصل مع مركز الاتصال لتحديد موعد جديد لأخذ الجرعة الثانية، لكن لازم يكمل 10 أيام حتى لو كانت تاريخ جرعته خلال فترة الحجر الصحي. لازم يكمل الحجر الصحي ويخلص يتصل في مركز الاتصال يحدد موعد ثاني، لكن ما يروح المركز هو مخالط. أيضا من ضمن الأشياء نأكد عليها أن لازم الجميع يكونون يعني يأخذون الإجراءات الاحتياطية والاحترازية الخاصة بكوفيد 19 حتى لو كانوا يعني مثلا ماخذين التطعيم سواء الجرعة الأولى أو الثانية عشانهم عشان المجتمع. من ضمن الأشياء أيضا اللي كان يسألونها الأشخاص أنه يعني شو هي الأولوية الحالية للتطعيم؟ طبعا اكيد 60 وفوق بيكون لهم الاولويه الاولى في اخذ التطعيم، ولكن ايضا ممكن الاشخاص اللي يحجزون لهم من اصحاب الهمم والامراض المزمنه لحاملي اقامه دبي ساريه. هذا تقريبا الاشياء اللي كانت في قنوات التواصل الاجتماعي، ودمت بصحه وسعاده. دمتي بصحه وسعاده، شكرا لك اختي اسماء الجناحي ويومك ان شاء الله سعيد. وأيضا مستمعينا الأعزاء ننتقل، أو قبل أن نطلع فاصل أمن شرايط نذكر، مو غلط نذكر مستمعينا الأعزاء عن مراكز فحص كوفيد 19 التابعة لهيئة الصحة بدبي. طبعا أخوي عبد الله مراكز الفحص عندنا في مراكز تتطلب موعد مسبق، واللي هي مراكز الرعاية الصحية الأولية، منها مركز ند الحمر الصحي ومركز المنخول الصحي ومركز الطوار الصحي ومركز ند الشبه الصحي ومركز السيلي الصحي. وطبعا يمكنهم أنهم يحجزون الموعد أخوي عبد الله بطريقة جدا سهلة عن طريق الاتصال على الرقم 8342. وعن نفسي الصراحة أمس اتصلت بهذا الخط وحجزت موعد في مركز نعم حصلت في نفس اليوم موعد في أقرب مركز صحي لي واللي هو ند الشبه الصحي، والحمد لله الإجراءات الاحترازية في هذا المركز جدا عالية أخوي عبد الله، حتى ما خلوني أنزل من السيارة. يعني طبعا يعطونك الأوراق تعبي بياناتك كلها، يعني تعبي بياناتك، مجرد تعبئة بيانات وتسليم الهوية وأنت قاعد في السيارة، لا تسبب اختلاط مع الآخرين ولا أن
لا سمح الله تاخذ عدوى من اي مكان، ياخذون عنك الهويه. نعم. عقب يسقرونك للفحص، مجرد تنتظر الوقت هذا في السياره وتي على موعدك، او مثل ما افادوني قبل الموعد بعشر دقائق تكونون موجودين في المركز الصحي للفحص الخاص بكوفيد 19. نعم، شكرا آمنة على التذكير. ومستمعين الاعزاء بناخذ فاصل، وبعد الفاصل موضوعنا فقره انماط الحياه من الرعايه الصحيه الاوليه، واليوم تحت عنوان متابعة الحمل والتغذية. طبعا الموضوع هذا كل اليوم عندك آمنة. بعد الفاصل مستمعين الأعزاء خلكم مع صحة وسعادة، فاصل راجعين. صحة وسعادة، مستمعين الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. دائما نرحب بتواصلكم معنا مستمعينا على الأرقام 600-551-414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وننتقل إلى فقرتنا الثانية لبرنامجنا هذا اليوم، فقرة أنماط الحياة، واليوم تحت عنوان متابعة الحمل والتغذية. هذا الموضوع مستمعينا مختارتنا آمنة، فبترجع آمنة وبتحاور الدكتورة ميربت موريس. طبعا أخوي عبد الله نحن النساء للنساء، ونحب مواضيع الحمل ونحب مواضيع الولادة. خلاص مرة ثانية يوم الأربعاء. طبعا دائما مثل ما نقول ان المراه في مرحله الحمل تحتاج لاتباع نظام غذائي خاص يوفر صحيح. لها العناصر اللي يحتاجها لنمو الطفل، بحيث لا تتعرض للانيميا او غيرها من المشاكل الصحيه. فالتغذيه الحكيمه مهمه ايضا بشكل خاص اثناء فتره الحمل، حيث ان الجسم يستعد لنمو وتطور الجنين ولعمليه ايضا الرضاعه. والاستعداد المراه بشكل امثل في فترة الحمل يسرني ويسعدني أن تكون معاي اليوم الدكتورة ميرفت موريس، طبيب أخصائي نساء وحوامل في هيئة الصحة بدبي. صباح الخير دكتورة ميرفت. صباح الخير بيكي. أهلا فيك دكتورة، سعيدة اليوم بتواجدك معنا، ونتمنى نقدم للمستمعين كل ما هو مفيد. مرسي، شكرا. طبعا دكتورة احنا حابين اذا في مرأة الان حامل تسمعنا، حابين نقولها كيف ممكن تتوقع الزيارة الاولى الطبية لها لعيادات او مراكز الصحية التابعة لهيئة الصحة في دبي. هي جوست ان هي اول ما تبقى عرفت انها خلاص بقت حامل، لو عملت اختبار الحمل المنزلي اوكي، او لو هي عايزة تعرف انها حامل بتتوجه الى اي مركز صحي من مراكز الهيئة، تدخل تسجل على طبيب الفاميلي سواء كان أونلاين أو تروح المركز بنفسها، وبيتعمل لها اختبار حمل بتاء TGI أو اليورين تيست العادي، تحليل البول العادي، وبتشوف لو طلعت بوزيتيف خلاص هي كده بتبقى حامل، وبيدوها مواعيد بعد كده الفاميلي يحولوها على طبيب الخاص اللي هو بمتابعة الحوامل، اللي هو المركز الكلين كلينيك للتشايلد هيلث والماترنيتي الموجود في المنصر. نعم. تبقى بداية إزاي تفتح الملف بتاعها. نعم طبعا دكتورة حابين نعرف، عفوا منك الحين قلتي مركز الممزر الصحي اللي هو من العيادات النظيفة التابعة لهيئة الصحة في دبي، هل هناك مركز آخر يمكن للنساء والحوامل يعني نساء الحوامل أنهم يراجعون فيه، ولا فقط مركز الممزر الصحي؟ هو فقط مركز الممزر الصحي، لأنه تعمل بمناسبة أحداث الكورونا على أساس أنه هو يبقى حاجة سيف آمنة لكل الحوامل والأطفال في الفاكسينيشن. نعم. فهو ده اللي بيتم فيه المتابعة على المستوى دبي كلها، بيبقى موجود في ده بس. نعم. وطبعا دكتورة حابين نعرف شو تتوقع المريضة عند كل زيارة طبية لها للمركز الصحي؟ أول زيارة لها لما بتيجي بيتفتح الملف بتاعها، المريضة بيتعمل لها assessment، بنشوف الضغط بتاعها أخباره إيه، الوزن بتاعها شكله إيه، العلامات الحيوية بتاعتها أخبارها إيه وهكذا، درجة الحرارة، لو في أي أعراض أخرى مثلا تنفسية لا قدر الله بسبب أحداث الكورونا اللي حصل دلوقتي، أو أي بيتاخد التاريخ المرضي بتاعها لو كانت بتتعالج من أي حاجة قبل كده سابقا أو لاحقا، بيتاخد التاريخ الأسري لو في أي أمراض متوارثة أو شيء من هذا القبيل، لو في أي عيوب خلقية في العيلة مثلا ممكن تتوارث أو شيء من هذا القبيل، لو عندها حساسية معينة، كل ده بيتاخد بالتفصيل خلال أول زيارة بحيث أنه يتسجل في الملف الطبي بتاع المريضة،
هي مش مريضة، يعني هي طول ما هي هيلثي وسليمة بنسميها السيدة الحامل، لكن لو حصل مضاعفات بتتحول إلى مريضة في الحمل. نعم. فإحنا نتكلم على أساس إن هي سليمة، فهنقول السيدة الحامل. بعد ما بنخلص لها الداتا دي كلها وبنشوف الملكة بتاعها، في روتين انفستيجيشن بتتعمل، تحاليل روتينية بتتحط لأي سيدة حامل. لكن لو من خلال الهيستوري بتاعها، التاريخ المرضي، اكتشفنا شيء محدد، يعني حاجة مرتبطة بسكر، حاجة مرتبطة بالغدة، حاجة مرتبطة بالقلب، حاجة مرتبطة بالكلى، انزيمات الكبد، لا بيطلب لها انفستيجيشن خاصة بالجزء ده. الروتين بيطلب لها فصيلة الدم وصورة دم كاملة، فيروسات للإيدز وللهيباتيتس بي وللهيباتيتس سي وللروبيلا، الاتش اي في، الروبيلا بنعملها الاثنين، الاي جي جي والاي جي ام، عشان نشوف لو في ريسنت انفكشن، ولو كانت واخده التطعيم عامل لها اميونايزيشن ولا لا. بنعمل يورين تيست، تحليل بول ومزرعه بول، دي حاجات روتينيه لازم تتعمل في كل حمل، وفاستين وشوجر وسكر تراكمي، يعني سكر صايم وسكر تراكمي. نعم. طبعا دكتورة ذكرتي الحين هناك سؤال أصبح سيضاف إلى الأسئلة التي تسأل الحامل، إن هل أصبتي بكوفيد-19؟ ليش تسألونا هذا السؤال دكتورة؟ مبدئيا إحنا لازم للإجراءات البحثية يبقى في عندنا دوكيومنتري داتا، سواء كنا هنعمل مثلا أبحاث في المستقبل أو في حد بيعمل براءة بحثية حالية، ده مهم. الحاجة التانية عشان إحنا كلين كلينيك، فلازم اللي داخل العيادة يبقى فري من الكوفيد. نعم. نهائي، وما عندوش أعراض وما هوش مخالط للكلام ده كله، يعني ما بقاش في فترة الكارانتين وهي عندها معاد تقطع الكارانتين تيجي العيادة وتروح، لأن كده هتبقى source of infection لحوامل تاني. الحاجة التالتة علشان نطمن على المريضة بتاعتنا، أحيانا بيحصل في الثيرد تريمستر اللي هو في الشهر من السابع للتاسع، لو أخدت الفيروس دي بتبقى أخطر فترة من الحمل، يحصل فيها مضاعفات الأم، ممكن تدخل في بالمونري انفكشن، ممكن نوصل لبريتيرم ليبر. دكتورة ذكرتي الشهر السابع والثامن، هذا عشان نوضح. السابع للتاسع دي بتبقى أخطر فترة من الأعراض بتحصل للسيدة الحامل، لكن اللي بيبقى في الفيرست تريمستر أول ثلاث شهور أو تاني بتبقى الأعراض بسيطة. يعني احنا شفنا حالات كتير خلال الفترة الثانية دي من الموجة كانوا أخذوا الإصابة في الفيرست تريمستر اللي هو الأول ثلاث شهور، والأمور كانت الحمد لله بسيطة معهم وما تأثروش سلبا بأي شيء، وتابعناهم والجروس بتاع البيبي كويس والحمل استمر وما فيش أي إجهاض حصل والدنيا كانت مظبوطة. نعم. يعني نحن طبعا ننصح الحوامل بشكل عام سواء في بداية الحمل أم في المراحل الأخيرة أن دائما أنهم يحافظون على أنفسهم طبعاً من الإصابة بكوفيد-19، صحيح؟ أكيد أكيد لازم تتبع الإجراءات الاحترازية، الوقاية خير من العلاج. مش معنى أن أنا جارتي حصل لها وخدت أعراض بسيطة يعني أن أنا أبقى كده آمنة وأن هيحصل حاجة بسيطة، لا. المناعة بتاع كل واحد من التاني اختلفت في رد الفعل في الفيروس. نعم. فطبعا دكتورة أصبح الحين بعد سنة كاملة من جائحة كوفيد-19، هل أصبحت لديكم دراسات ومعلومات كافية يمكننا طبعا في حلقات قادمة الحديث عنها إن شاء الله؟ إن شاء الله. هو في guidelines اتحطت في إنجلترا، ممكن في حلقة قادمة نناقشها تفصيلا إن شاء الله. لازال بتعمل أوراق بحثية في عندنا في هيئة دبي، في الزملاء، في ناس بدأت فعلا إن هي تبتدي تعمل أبحاث خاصة بالكوفيد أثناء الحمل في نقاط معينة. نعم. وطبعا يعني أبحاثه كتير وقدامه وقت طويل، بحيث إن هو حاليا يتعمل أوراق بحثية صغيرة وممكن بعد فترة أو سنين يتعمل ميتا أناليسيس كاملة أو حاجة كده اللي هي تشمل الآلاف. نعم. طبعا عبد الله أيضا دكتور لديه تساؤلات. عبد الله شو سؤالك؟ مرحبا دكتورة ميربت، أنا أحاول يعني من بعيد أسمعكم. لا لا تفضل. ولكن أحاول أني ما أتدخل يعني في الأسئلة التخصصية، ولكن أنا دكتورة في الأسرة، حد حامل، الزوجة، الأخت. الله يبارك فيك دكتورة. الحين طال عمرك يعني اللي يعجبني كثير في المراكز الصحية في هيئة الصحة بدبي والمستشفيات الحقيقة البرنامج المميز اللي تقدمونه للمرأة الحامل، يعني منذ بداية أو قبل الحمل حتى، أنتم عندكم برامج جميلة جدا إذا المرأة فكرت أنها تحمل، هناك بعض الـ المراجعات
يعني توصل إلى الفريق الطبي للاستفسار عن إذا هي كانت يعني بتاخذ الإجراء هذا أو الخطوة هاي هي خطوة سليمة للحمل ولا لا، وأثناء الحمل أيضا هناك في مراجعات، وبعد الولادة بعد في مراجعات. فهاي المنظومة دكتورة جميلة جدا الحقيقة، اللي أنا دائما يعني معجب فيها، بحيث أن دائما يعني تكون الأم الحامل والطفل في يعني في فترة حمل سليمة، بحيث أن إذا صار هناك أي مشكلة للأم وللطفل يتم يعني وضع الحلول السليمة للأم والطفل من البداية. لو نتكلم في هذا الجانب دكتورة، وبعدين نرجع للأخت آمنة وتكمل معاك إن شاء الله المحاور الثانية. أكيد. إحنا الحمل عموما بنسميه برينيتال أنتي كير، عايزين يبقى فيه حمل هيلثي وآمن. صحيح. عشان نوصل لطفل سليم وآمن في نهاية الحمل، هو ده المفهوم بتاعنا. بيبتدي فترة ما قبل الحمل، يعني قبل ما أنا بقى حامل ببقى متابعة مع الطبيب العام، لو في عندي أي أمراض محتاجة كنترول، سكر، ضغط، أمراض كلى، أمراض كبد، ببقى مشيكة على الكلام ده كله. وزني الصحي نفسه لازم يبقى في الوزن الآمن عشان أدخل في فترة الحمل ويبقى حمل آمن. التطعيمات بتاعتي تبقى كاملة، لو لا قدر الله حد بيتعالج مثلا من ديبريشن أو أنكزايتي أو عنده مشاكل منتال هيلث، لا الحاجات دي بتبقى متظبطة قبل الحمل وهكذا. بدأنا وابتدي فوليك أسيد، خلاص أنا واحدة. صحيح. مقبلة على فترة حمل، أبتدي أخذ الفوليك أسيد 400 ميلي جرام يوميا، ده بيقيني 70% من حدوث النيورال ديسوردر اللي هو المضاعفات أو العيوب الخلقية اللي تحصل في الجهاز العصبي للجنين. خلاص تم الحمل، هبتدي أتابع في عيادة الحوامل من الفترة اللي تحول فيها الملف بتاعي وتبر أنا روحت إمتى فتحت الملف لغاية 34 أسبوع. بعد 34 أسبوع بيتحول الملف بتاعها للمستشفى. لكن لو لا قدر الله في خلال فترة الحمل البيشنت دي أو السيدة الحامل بتاعتنا كان عندها هاي ريسك بروبلم، يعني احنا برضو بنقسم المرضى، نشوف احنا بنعمل ديسكريمينيشن، نشوف مين اللي لو ريسك تكمل معنا في العيادة ومين اللي هي هاي ريسك تحتاج للكلوز كير في الهوسبيتال. يعني مثلا لو واحدة IVF pregnancy، لو واحدة previous resection قبل كده اللي هي والدة قصرة 3 مرات، واحدة حملت حقن مجهري، واحدة مثلا حصل لها نزيف قبل الولادة لانفصال مشيمي، حد مثلا كان لا قدر الله سكر وماشي على انسولين وكملت السكر بتاعها ما خافش بعد الولادة فأصبحت مريضة سكري. ففي حالات معينة بتحتاج close observation للهوسبيتال، لما بتيجي عندنا احنا بنعمل assessment ونشوف مين اللو ريسك اللي تكمل معانا ومين الهاي ريسك اللي الأفضل لها تكمل في الهوسبيتال. بعد كده بحسب الزيارات نتابع نمو البيبي، نتابع الضغط بتاعها، نتابع بالألترا ساوند في كل زيارة، الكمبلينت بتاعها هي ربما بتشتكي من شيء، يعني في ناس مثلا كل ما الحمل بيكبر لأن هي تحصل لها جاستريك أسيديتي، يعني اللي هو بالعربي حرورة في المعدة أو حامض في المعدة بسبب ضغط الرحم على الأمعاء وبسبب أن الهضم بتاعنا في الحمل بيتغير شوية من تأثير الهرمونات وهكذا. في ناس تشتكي من كونستيبيشن مثلا بسبب أن قلت الحركة، هرمونات الحمل بتقلل حركة الأمعاء، فليها توصيات خاصة بيها نقول لها اشربي مية كتير، خلي الأكل بتاعك هاي بالفايبر كتير. نعم. تزود الحركة شوية وهكذا. ففي بعض السيدات بيحصل لهم كومبلينت معينة، في حاجات كومن وفي حاجات بتبقى رير شوية على حسب الكومبلينت بتاعها، بنتابع معاها المشكلة وازاي نعالجها. وطبعا من اهم الحاجات اللي احنا بندور عليها في الحمل السكر والانيميا، يمكن دي تحتاج حلقات مخصصة، بس السكر والانيميا من اهم الموضوعات في الحمل اللي لازم يتابعوا كويس، يتعالجوا كويس عشان يبقى في ولادة امنة وطفل امن في الاخر. نعم طبعا دكتورة قدمتي لنا اليوم معلومات جدا قيمة بخصوص الحمل وزيارة المرأة الحامل وشو اللي تحتاج للعناية بنفسها، وإن شاء الله بنستكمل حديثنا معاك في حلقات قادمة. شاكرين لتواجد دكتورة مرفت معانا اليوم. طبعا كنتي معانا اليوم دكتورة مرفت موريس، طبيب أخصائي نساء وحوامل في هيئة الصحة في دبي. شكرا لوقتك الثمين دكتورة. شكرا دكتورة مرفت، ما قصرتي، شكرا جزيلا.
وصلنا إلى فقرة الفاصل عيال أختي آمنة، شو رايك نطلع فاصل وبعد الفاصل مستمعين الأعزاء عندنا فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي، واليوم عاد هذا الموضوع بيكون مع الدكتور ثائر أبو حمرة، ومن أحد المواضيع الحقيقة المهمة، وأشكرك آمنة على اختيار هذا الموضوع اللي هو ألم البطن عند الأطفال. طبعا دائما هاي المشكلة تسبب إزعاج كبير للأم وأيضا للأب وخاصة الأطفال الرضع. بنتحدث في هذا الموضوع في تفاصيل هذا الموضوع إن شاء الله بعد الفاصل مستمعين الأعزاء، خلكم ويانا فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. دائما نرحب بتواصلكم معنا مستمعين الأعزاء على الأرقام 600-551-1414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وننتقل إلى فقرتنا الأخيرة لهذا اليوم، خدمات هيئة الصحة بدبي، واليوم تحت عنوان آلام أو ألم البطن عند الأطفال. طبعا لا يوجد مع الأخت آمنة العلي. طبعا أخوي عبد الله، قبل ما نبدأ فقرة خدمات الهيئة والخاصة بموضوعنا لليوم اللي هو ألم البطن عند الأطفال، حبينا نذكر المستمعين بالمراكز الصحية اللي تتطلب موعد مسبق، واللي هي مركز ند الحمر الصحي ومركز المنخول الصحي ومركز الطوار الصحي ومركز ند الشبة الصحي ومركز اللسيلي الصحي، وطبعا هذا عبر الاتصال على الرقم 8342، وطبعا أيضا عن طريق تطبيق هيئة الصحة في دبي اللي هو DHA ينزلون التطبيق ويمكنهم أخذ الموعد المسبق. أما المراكز الأخرى اللي هي مجلس الراشدية ومجلس مينا جبيرة طوال الأسبوع موجودين لفحص كوفيد-19، وأيضا نادي النصر من الأحد إلى الخميس متواجدين من الساعة 7:30 للساعة 1 الظهر لفحص كوفيد-19. وطبعا هناك أيضا أخوي عبد الله مراكز لا تتطلب موعد مسبق، صحيح، للي حابين يفحصون لكوفيد-19 واللي هي مول الإمارات وسيتي سنتر ديرة، وأوقات العمل في هذه المنصات طبعا من الساعة 10:00 صباحا إلى 5:00 مساء من يوم الأحد إلى يوم الأربعاء، وفي الويكند طبعا يمدد الوقت للساعة 10:00 مساء. نتمنى نكون أفدنا المستمعين بمراكز فحص كوفيد-19 التابعة لهيئة الصحة بدبي. والحين أخوي عبد الله الموضوع عندك لفقرة خدمات الهيئة. شكرا آمنة، وفعلا ننتقل مستمعينا إلى فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي مثل ما ذكرنا اليوم تحت عنوان ألم البطن عند الأطفال. طبعا لا يوجد ما هو أكثر إزعاجا مستمعينا من آلام البطن والمعدة بالنسبة لنا نحن بشكل عام، ولكن أيضا بالنسبة للأطفال. اليوم يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف الدكتور ثائر أبو حمرة استشاري أطفال من مستشفى لطيفة بهيئة الصحة بدبي للحديث عن هذا الموضوع. دكتور ثائر صبحك الله بالخير والنور والعافية. يسعد صباحكم صباح المشاهدين جميعا، وأهلا وسهلا فيكم. الله يحييك دكتور ثائر، ونحن سعيدين اليوم بوجودك معنا وحديث عن يعني قد يكون يعني موضوع مهم الحقيقة، ويعني موضوع من المواضيع اللي دائما تقلق الناس وأيضا فئة الأطفال بشكل كبير. لو في البداية دكتور تعرفنا يعني تعريف ألم البطن عند الأطفال بشكل خاص. ألم البطن عند الأطفال يعني هو ألم بده يكون متوضع بين منطقة الصدر ومنطقة الحوض، وهذا الألم من الشكاوي كتير الشائعة اللي بتجينا على العيادات، صحيح، أو حتى بتجي على قسم الإسعاف. بس أهم شيء إنه هذا الألم بغالبيته عند الأطفال ما له خطير وما له أسباب خطيرة نهائيا. بس المهم جدا بألم البطن عند الأطفال إنه نحكي عنها، لازم نعرف يعني لازم نتحرى الألام البطنية عند الأطفال اللي ممكن تشير لحالات خطيرة، أما بأغلبيتها ما لها خطيرة عند الأطفال. وهذا الألام ممكن يكون طبيعته تشنجي، يعني بيجي بشكل تدريجي وبروح بشكل تدريجي، يعني تقلصات تجي مع الإسهال أو الإمساك. ممكن يكون بشكل مغص، مثلا بيجي بشكل قوي وبروح هيك بشكل فجائي، هذا لازم يراجع المستشفى. ممكن يكون حاد يعني خلال فترة قصيرة وبروح، أو ممكن يكون متقطع أو حتى مزمن يعني مستمر لأكثر 3 شهور،
يعني بيختلف كمان طبيعة الألم، بس بشكل عام هو من الشكاوي كتير كتير الشائعة اللي بيجينا على العيادات أو على المستشفى. نعم، واللي أكثر دكتور يعني مرات يكون مزعج على الأم اللي هو يعني بكاء الطفل واحتمال أنه يكون عنده مشكلة في البطن، يعني من المشاكل اللي ذكرتها أو الأسباب اللي تكون، فيصعب على الأم في كثير من الحالات تشخيص الحالة هل يكون يعني ألم بطن أو عنده مشكلة ثانية، لأن تعرف في بداية العمر من الطفل يوم يكون رضيع صعب أن يعني تفهم من وين هذا البكاء، هل هو من آلام البطن أو من شيء آخر، فكيف تفسر دكتور هاي الحالة؟ صح، الالام عند الالام البطن عند الاطفال كثير بتختلف حسب العمر. نعم. فالالام بالاطفال لما تكون عند الرضع او عند الاطفال خاصه اول 3 شهور من العمر كثير في شيء اسمه مغص الرضيع، فهذه حاله كثير كثير شائعه عند الرضع اللي بين اللي عمرهم اكثر من 3 اسابيع. الاكثر شيء بتواجه الام مشاكل بهالعمر هذا، بعد 3 اسابيع بصير هيك الطفل بدون ما تعرف شو السبب. لازم تكون الأم واعي كتير لهالحالة هاي. طفل عمره 3 أسابيع بيبكي بالمساء، بالذات المساء يعني بعد 8 المساء بيضل أحيانا نوبات ممكن تستمر 3 ساعات ليصير الساعة ممكن لحد 4 الصبح أحيانا. بكاء مستمر يعني في بعض الحالات أيضا دكتور؟ بكاء ممكن يستمر حتى أحيانا 3 ساعات، الأم بتحاول ترضعه بتحاول تعطي حليب بتلاقي أنه بيضل يستمر بالبكاء، بتخاف كتير، بس لازم تكون واعي لهيك حالة، لازم تراجع الطبيب مشان يشرح له عن هالحالة هاي. هو حالة ما بتخوف نهائيا، بتبلش بعمر 3 أسابيع وبتنتهي بشكل كامل بعمر 3 شهور. هي عبارة عن بس أنه الطفل بيكون حساسية عنده شوي للغازات اللي بالبطن، ما بيقدر يتحمل تمطط الأمعاء لما بصير فيها غازات، بس عنده حساسية خفيفة للألم دغري بيبكي. هذا الشيء أهم شيء أنه لما تراجع الطبيب، لأنه لازم إجراء فحص، أهم شيء أنه الفحص لازم يكون طبيعي. بعدها نحن مجرد ما فحصنا الطفل عرفنا أنه ما في أي علامة خطيرة من علامات الفحص، ساعتها منخبر الأم أنه هاي حالة بسيطة وبتلبك شوي، بس بتروح بشكل كامل بعمر 3 شهور. هذا أكثر سبب للألم البطن أو الألم البطن عند هالعمر هذا من الأطفال. صحيح دكتور، ما زلنا نحن في الحديث عن الأطفال، وخلنا نقول يعني حديثنا في الأعمار اللي هي اللي تفضلت فيها يعني من بداية الولادة إلى 3 أشهر، ما هي الأسباب دكتور اللي يعني تجعل الطفل أنه تكون عنده مشاكل في آلام البطن؟ بشكل عام العمر هذا الصغير الألم البطني صعب نقول ألم بطني، لأنه الطفل بهالحالة ما بيحكي. صحيح. فالأم من خلال البكاء الغير واضح أو الغير مفسر فيها تعرف إنه هذا الطفل عنده ألم بطن. عند العمر الصغير الولدان اللي عمره أقل من شهر، هدول أي بكاء غير مفسر أو بكاء شديد لازم تراجع الطبيب مباشرة، لأنه الأسباب بشكل عام عند هالعمر هذا أسباب بحاجة لإجراء تحاليل وفحوصات، لأنه ممكن تكون أسباب خطيرة شوي. أما مجرد ما صار الطفل عمره شهر لحد 3 شهور، أكثر سبب هو مغص الرضيع. حالة ما بتخوف نهائيا بس مزعجة للأهل، لهيك كمان لازم تراجع الطبيب، لأنه التشخيص تبع الحالة هي تشخيص عن طريق أنه نستبعد الأمراض التانية، فإذا ما لقينا عندها الطفل شيء ساعتها بنقول أنه هذا الطفل عنده مغص رضيع. أهم شيء أنه أي أم شافت الطفل عبيبكي بكاء غير مفسر، بكاء مستمر، بكاء خاصة أنه لما بيسحب جري لبطنه يعني معناته أنه فعلا هذا الطفل عنده ألم، ما بيسكت لما بتحمله أو بتعطي حليب بتلاقيه بعده بالبكاء، هاي الحالات بتعرف أنه الطفل عنده ألم بطن، لهيك يجب مراجعة الطبيب. صحيح دكتور، أيضا في بعض الحالات اللي نحن نعرفها أنه يعني إذا بدأ الطفل في البكاء وعدم معرفة السبب، مرات يعني يلجأ الأهل والأم إلى يعني إعطاء الطفل بعض السوائل أو البعض مشروبات اللي هي تكون الأعشاب الطبية، لعل أنه ممكن يكون يعني يريح البطن إذا كان عند الطفل غازات أو ما شابه ذلك. هل تنصح دكتور ثائر باتباع هاي الممارسات في يعني المراحل الأولية من عمر الطفل؟ هو الطفل مجرد ما لحد عمر 6 شهور يجب أن يكون على الرضاع الحليب الأم. أما أحيانا المغص الرضيع اللي هو أكثر سبب بيكون
الحالة اللي عم تحكي عليها. هون بهالحالة في أدوية لما بيكون مثلا حمل الطفل وانه الطفل ببكاء مستمر ولبك الاهل كثير، طبعا ممكن ننصح باعطاء مسكنات او انه طارد غازات للاطفال مثل السيميكون. هذا السيميكون بيطرد الغازات من البطن، منصوح فيه عند الاطفال، ليس له اعراض جانبيه. ممكن احيانا انه اذا اخذ الطفل شوي ينسون ممكن انه يرتاح شوي. حتى في بعض الادويه العشبيه اللي ما لها اي تاثيرات جانبيه ممكن انه يستخدمها الاهل بهالفتره هاي بكميات خفيفه، لانه احيانا هالحاله هاي بتكون كتير كتير صعبه، وما فيك تقولوا للاهل انه يعني تفرجوا على الطفل وبتروح لحالها الحالي. يجب الاستعانه ببعض الادويه العشبيه الخفيفه او طاردة الغازات يلي ممكن تساعد الطفل بانه يرتاح شوي لبين ما يروح الالم بشكل كامل بعمر 3 شهور. نعم. دكتور ثائر، معنا ايضا الاخت امنه العلي، هي طبعا عندها تجربه في هذا المجال بخصوص يعني الام البطن، وعندها بعض الاستفسارات حابه تسمعها منك دكتور. تفضل. طبعا دكتور، دائما يدور في ذهننا إذا كان الطفل لدينا في المنزل يعني يشكي من آلام في البطن، متى أنا أحس أن هذا مثلا ناقص الخطر مثل ما يقولون؟ متى أنا لازم أشك أنه ممكن يكون هذا الألم ألم زائدة دودية؟ هلق بشكل عام أي ألم أي ألم بطن عند الطفل، مجرد ما أنه إجا فجأة وكان قوي كتير، هذا ألم يجب أن مراجعة الطبيب. أو ألم أنه مثلا ولو كان خفيف أنه مستمر أكثر من أسبوع، أنه كل يوم هالطفل عم يقول بطني عم يجعني واستمر هالموضوع لمدة أسبوع، كمان يجب مراجعة الطبيب. أو أي ألم بفيق الطفل، ما بيخلي مثلا كان نايم وفاق من الليل بطنه عم يجعه، هذا كمان يعتبر ألم شديد، أو ما بيستجيب للمسكنات، هذا كله لازم تراجع المستشفى. اثنين، انه اي الام بيترافق مو بس الم بطن، شفتي معه حراره مثلا، الطفل عنده الم مع حراره او الم مع صعوبه بالتنفس او الم والطفل مثلا احيانا في الم بطن واقياءات، الاقياءات مثلا كان اكل وجبه دسمه ورجع، ممكن ما تخوف اذا رجع مره مرتين، بس اي اقياءات اكثر من شديده مستمره او اقياءات لونها مختلف عن اللون الطعام مثلا صفراء او خضراء، هاي لازم يراجع الطبيب. أي إقياء مع إسهال، الإسهال العادي أقل من 5 مرات ما بيخوف لمدة يوم يومين عادي، بس إذا كان الإسهال أكثر من 5 مرات أو مستمر أكثر من 5 أيام كمان لازم مراجعة الطبيب. الأعراض البولية إذا عنده حرقة بالبول أو عنده ألم بمنطقة المثانة كمان يجب مراجعة الطبيب. هلق بالنسبة للأكثر سبب الجراح اللي هو أكثر شيء التهاب الزائد الدودية، هذا شيء شائع عند بالنسبه للجراحه، انه اكثر سبب جراحي للالم البطن عند الاطفال هو التهاب الزائد الدودي. نعم. ودكتور يعني هاي شو اسبابها وشو ممكن الاشياء اللي تؤدي الى ان الطفل يصاب بهذه الزائده الدوديه؟ هلا الطفل اللي بيصاب بالزائده الدوديه غالبا العمر بيكون اكثر من 5 سنوات. اكثر اسباب الزائده الدوديه، بتعرف انه الزائده الدوديه عضو صغير ملتصق بالامعاء الغليظه، والامعاء الغليظه موجوده بهاي العضو، هذا موجود بالاسفل الجزء السفلي الايمن من البطن. هاي الطفل اذا كان عنده التهاب امعاء ممكن يصير هالميكروب الفيروس او البكتيريا انه تدخل لها الزائد الدوديه اللي هي العضو الصغير اللي هو جزء من الامعاء، ويصير فيه التهاب بجدار الزائد الدوديه، والتهاب مثل التهاب الامعاء، نفس الفيروس اللي عامل التهاب امعاء هو اللي بيعمل التهاب الزائد الدوديه، لانه الزائد الدوديه جزء من الامعاء. او انه يكون مثلا براز فات على هالقطعه الصغيره من الامعاء وسكرها، فبصير في تسكير لهالمنطقه هاي، بصير في قله الدم اللي بيجي عليها، فبصير في التهاب، حتى ممكن ما يكون في سبب فيروس او بكتيريا بس التهاب بسبب الانسداد تبع الزائد الدودي. فهي اكثر سببين بيؤدوا لالتهاب الزائد الدودي. كيف بدي اعرف انه الطفل عنده التهاب زائد الدودي؟ شغله بسيطه، طفل عمره فوق 5 سنوات كان عنده الم بطن خفيف وحراره خفيفه، ما شفنا إلا بعد كام ساعة انتقل الوجع للجزء السفلي الأيمن وصار ألم شديد، والطفل بطل يعني صار أصبح غير قادر على المشي، يعني صار بده ويل تشير، وألم ثابت وموجود بالجزء السفلي الأيمن البطن. هاي مجرد الشكاية هاي لحالها دغري الولد لازم يجي على المستشفى، لأنه في شك بالتهاب الزائد الدودي. طبعا إضافة لأعراض مرافقة مثل أنه ممكن يكون عنده إسهال خفيف أو ترجيع أو ما عاد أكل، هاي أعراض بتكون مرافقة، بس أكثر سبب
ألم بطن خفيف بلش، ما شفنا إلا رجع قوي شوي وصار بجزء السفلي الأيمن، هذا مع حارة مش مهمة، ممكن تكون حارة خفيفة ممكن تكون حارة عالية، بس أكثر شيء سبب هو الألم. نعم. الألم اللي بجزء السفلي الأيمن مباشرة بنحط الطفل بالسيارة وبيجعل ال نعم طبعا مثل ما ذكر دكتور يعني نعيد ونكرر، هي يعني لها أعراض معينة الزائدة الدودية مثل ما قلت أن ألم في أسفل البطن جهة اليمين، إذا كان الألم طبعا ازداد وبشكل سريع وممكن يرافق أيضا حرارة حسب ذكرك دكتور. إيه غالبا أول شيء مو شرط تكون موجود حرارة أو ممكن تكون حرارة خفيفة. نعم. بالعكس نحن الحرارة العالية لما بيكون ألم بطن بجزء السفلي الأيمن مع حرارة عالية منفكر انه انتقبت الزائد، صار في انتقاب بالزائد الدودي. نعم نعم. الحراره ما كثير مهمه، اهم شيء الالم البطن اللي بيكون شديد بجزء السفلي الايمن. نعم. اكثر سبب اكثر يعني عرض بوجهنا للزائد الدودي اضافه للحراره والترجيع، حتى ممكن اسهال ممكن امساك قله شهيه، بس اهم شيء الم بخلي الطفل انه ما يقدر حتى يمشي احيانا، لانه المشي بيساعد بزياده الالم، هيك الطفل بيفضل الجلوس. نعم وطبعا دكتور قبل ما نختم معاك اليوم في ثلاث دقائق حابين نعرف منك يعني كيف ممكن ان يتم التعامل مع هذه الحالات اذا وصلت الى مستشفى لطيفه. نحن بس يجي الطفل على مستشفى لطيفه بألم بطن دغري بناخذ القصه المرضيه، انه وين الالم مكانه والعوامل اللي بتزيده والعوامل اللي بتخففه، يعني نقعد مع الاهل يشرحوا لنا طبيعه الالم عند الطفل، نسال عن كل شيء يعني بالقصه الطبيه السابقه للطفل، بالقصه العائليه للاهل، بالقصه حتى المهمه الاجتماعيه، لانه احيانا الطفل بيكون صار في شده نفسيه عند الاهل، في طفل عم بيجعوا بطنه بدون سبب، بس هيك مجرد انه حاله نفسيه عند الاطفال، وبعدين نفحص الطفل بشكل كامل، ومن اذا لقينا انه قدرنا وصلنا لو يعني لتشخيص الالم من خلال الثنتين هذول بنكفي وبنعالج، اذا ما في نستعين بالصور والتحاليل الموجوده بشكل كامل بهيئه الصحه، بنعمله شويه تحاليل للطفل لنعرف نساعدنا بالوصول لمصدر الالم، او نعمل له صوره، اذا لقينا انه شغلته تنحل بهالمواضيع هاي بنعالج، اذا لقينا انه شغلته يعني مزمنه منحوله على العيادات الخارجية، ساعتها نكتب له تحويل بيشوفه الاستشاري الأطفال وبتابع الموضوع، لأنه بصير بده مواعيد إنه مشان يشوفه بشكل متكرر. أما منحاول قدر الإمكان بأول مرحلة إنه نوصل للتشخيص من خلال الإجراءات الموجودة بالهيئة، وإذا ما في منحوله على العيادة، وإذا بده الألم شديد جدا أو في عنده مشكلة كبيرة مندخله على المستشفى، وفي قسم جراحة إذا السبب جراحي، وفي أطباء مختصين إذا اي مشكله بده استشاره او يعني فريق متعدد الاختصاصات. نعم دكتور ثائر شكرا جزيلا لك الحقيقه على هاي المعلومات الجميله وعلى خدماتكم المميزه اللي تقدمونها الحقيقه لفئه الاطفال بهيئه الصحه بدبي. كان معنا مستمعينا الاعزاء الدكتور ثائر ابو حمره استشاري اطفال من مستشفى لطيفه بهيئه الصحه بدبي، شكرا لك دكتور. شكرا لكم وتمنياتي بالصحة والسلامة للجميع ونهاركم سعيد. الله يبارك فيك دكتور. ومستمعين الأعزاء من فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي، وكان معنا دكتور ثائر أبو حمرة، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وأتمنى إن شاء الله أن الحلقة قدمت لكم معلومات مفيدة، وهذا هو دائما مستمعين الأعزاء نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. نشكر فريق العمل المبدع معنا اليوم، كان فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخ أحمد سلامة، وفي الإخراج مخرجنا المتألق دائما الأستاذ نمر محمد، وأيضا مخرجنا المبدع الأستاذ سعيد المرر، وكانت معنا أيضا اليوم الأخت آمنة آل علي، شكرا لك أبدعتي. شكرا لك أخوي عبد الله، استمتعنا بحلقة اليوم، أتمنى أن نكون أفدنا المستمعين إن شاء الله في هذه الحلقة. شكرا لكم مستمعينا الأعزاء، وتقبلوا تحياتي عبد الله جمعة، ودمتم جميعا بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.